البستان ينثر بالقلب الأزهار. شمس مع نور وضياء يأتون بقلب وضاء، والعم سيحكي بمساء قصصا تهدينا أنوارا. بالصبر نحقق أحلام، بالرفق نزين أيام، بالليل نجهز أقلام كي نرسم شمسا ونهارا. لو كنت صغيرا لا تخجل، لو لم تعلم شيئا فاسأل، وجمال الروح والأجمل بالحب نسابق أتيارا. نحكي قصتنا فاسمعنا، ولتبحر معنا في المعنى، دفء الفانوس سيجمعنا، ليقص علينا الأسرار، ليقص علينا الأسرار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين كنتما يا صغيري؟ كنا نشترك في مسابقة الاختراعات العلمية. وأنت يا ضياء، هل اشتركت فيها؟ لا، لن أشترك في هذه المسابقة. ولماذا يا ضياء؟ سمعت أنها مسابقة صعبة ولا يمكن أن أفوز بها. من قال لك هذا الكلام؟ بعض أصدقاء الفوانيس، ويقولون أيضاً إن جميع المشتركين بها لن يفوزوا بأي جائزة. وماذا يقولون أيضاً؟ يقولون إن المسابقة مملة ولن أستفيد منها أي شيء. ما رأيك أنت يا عم مصباح؟ يقولون إنني سأحكي لكم حكاية مفيدة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان يا مكان، في زمن من الأزمان، كان أنانا سينغ يستعد باهتمام كل عام لخوض مسابقة جديدة تبرز مواهبه العديدة. كيف حالك يا أنانا؟ هل استعددت للسباق؟ نعم، استعددت لسباق العدو، وسأحصل على المركز الأول. ولكن سباق هذا العام ليس سباق عدو. ها؟ إذن ما هو السباق لهذا العام؟ السباق هذا العام هو سباق الصعود إلى قمة الجبل. ها؟ قمة الجبل؟ لابد أنه سيكون سباقا صعبا. لا يستطيع أي فانوس أن يصل إلى قمة هذا الجبل الشاهق. ومن الممكن أن يقابل الكثير من المخاطر في الطريق، من يدري ماذا سيحدث. وبدأ الخوف والقلق يتسرب إلى قلب أنانا ويتصبب منه العرق. مرحبا يا أنانا، لما أنت حزين هكذا؟ معلمي، لقد سمعت أن المسابقة هذا العام لن تكون سباق عدو، بل ستكون سباق الصعود إلى قمة الجبل. وما المشكلة في هذا؟ بالطبع هناك الكثير من المشاكل. يقولون إنها مسابقة صعبة ولن يستطيع أي فانوس الوصول إلى قمة الجبل. وماذا يقولون أيضا؟ يقولون إن الطريق محفوف بالمخاطر. ماذا أفعل يا معلمي؟ كيف أفوز بالمسابقة؟ سأعطيك شيئا مهما يساعدك على الفوز. وما هو هذا الشيء؟ حذاء مطاطي أم خوذة لتحميني من المخاطر؟ بل هو شيء أهم بكثير، تفضل. ها؟ ما هذا؟ سدادة للأذن كي تركز على هدفك. ركز على هدفك، 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 ركز على هدفك.
على هدفك. هل سيستطيعون صعود هذا الجبل؟ إنه عال جدا. لا أعتقد أن أحدا منهم سيستطيع الصعود إلى قمته. النتيجة المتوقعة هي لم يربح أحد. جميع المتسابقين استعداد. ركز على هدفك، 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 ركز على هدفك. ها؟ ماذا هناك؟ هل بدأ السباق؟ نعم. نعم. معذرة، فأنا لم أسمع البداية. ما زال الجبل عالياً، يجب أن أبذل قصارى جهدي للفوز بالمسابقة. يا إلهي، ما أعلى هذا الجبل! لم يسبق أن استطاع أحد الوصول إلى قمته أبداً. نعم، إنه عال جداً، لن أستطيع الوصول لقمته أبداً. سأصل إلى القمة وأفوز بالجائزة، لا شيء يخيفني. يا لها من مخاطرة، من يدري ماذا سيحدث له بالأعلى؟ نعم، هناك الكثير من المخاطر بالأعلى، لن نكمل السباق. ركز على هدفك، ركز على هدفك، ركز على هدفك، ركز. لن يستطيع أحد الوصول إلى القمة. ركز على هدفك، ركز على هدفك، ركز. إنه جبل شاهق جدا. ركز على هدفك، ركز على هدفك، وسيواجه المخاطر والطيور الجارحة، ومن يدري ماذا سيحدث بالأعلى. ثم إن الجو بارد هناك. ركز على هدفك، 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 ركز على هدفك. اقتربت من النهاية. الفائز هو أنانا سينغلي. هل أعجبتكم الحكاية يا صغاري؟ نعم يا عمو مصباح، أعجبتني جدا. وأنا أيضا، أعجبتني جدا. وأنت يا ضياء؟ نعم يا عمو مصباح، وسأشترك في المسابقة وأفوز بالمركز الأول إن شاء الله، ولكن كن حذراً أثناء التجارب يا ضياء. ها؟ هل هناك خطورة؟ يبدو أنك تحتاج إلى سماع الحكاية مرة أخرى يا ضياء. ينثر بالقلب الأزهار، شمس مع نور وضياء، يأتون بقلب وضاء، والعم سيحكي بمساء قصصا تهدينا أنوارا. بالصبر نحقق أحلام، بالرفق نزين أيام، بالليل نجهز أقلام، كي نرسم شمسا ونهارا. لو كنت
كنت صغيرا لا تخجل، لو لم تعلم شيئا فاسأل، وجمال الروح هو الأجمل، بالحب نسابق أتيارا. نحكي قصتنا فاسمعنا، ولتبحر معنا في المعنى، دفء الفانوس سيجمعنا، ليقص علينا الأسرار، ليقص علينا الأسرار.